أداري اللي بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. الدين رسم لينا كل تفاصيل علاقاتنا وتعاملاتنا الحياتية، وأكد على منهج لازم نعرفه قبل ما نبدأ حياتنا الزوجية. بس في ناس بتفهم الأمور غلط وتفسرها حسب أهوائها الشخصية، منها قوامة الرجل وإنها في الأساس رعاية ومسؤولية مش سيطرة وتحكم بدون مبرر. القوامة تكليف مش منحة أو هدية. إيه المقصود بقوامة الرجل؟ ومين هو الرجل القوام؟ وإزاي نربي أولادنا وبناتنا على فكرة القوامة؟ تفاصيل مهمة جداً هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلاً بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. ربنا سبحانه وتعالى ما سابش حاجه الا وقالها لنا في كتابه العزيز. نعم. في ايه كامله عن قوامه الرجل. نعم. وتفسيرها واضح وصريح عشان الناس اللي ممكن تكون بتفسر تفسيرات تانية او بتشوفها بصوره مختلفه، حابين نوضح ونفهم الناس يعني ايه قوامه. بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيه مصطلحات مظلومة حلو بالفهم الغلط، بفهم الناس الخطأ لها. زي إيه حضرتك؟ زي مصطلح القوامة. الراجل قيم قيم وقوام على المرأة، فالناس فهمت ان القوامة دي خاصة بس بالزوجية. لا طبعا، مطلق الرجال قوامون على مطلق النساء. فالأب ما هو قوام على بنته، والأخ بعد ما مات والدها قوام على أخته، والأم عندما كبرت ولادها قوامين عليها، والزوج قوام على زوجته. فالمعنى أشمل وأعم. ظلمه الناس بأمرين: الأمر الأول بالتقزيم، بأنه ربط مسألة القوامة ما بين الزوج والزوجة فقط. والأمر الثاني بإساءة الفهم. بعض الرجال قد لا يصلي ولا يحفظ من القرآن إلا هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، وهو قاعد في البيت لا بيصرف ولا بيدور ولا يحفظ إلا هذا، ويفهم أن القوامة الزعيق والصوت العالي والإهانة والسب والشتم. وفي ناس بتفهم أن دي رجولة، وقد يصل إلى نوع من الضرب إلى آخره. فمصطلح القوامة مصطلح مظلوم لدى الناس، مصطلح أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وان النساء ناقصات عقل ودين. مظلوم. قلت ايه حضرتك؟ النساء ناقصات عقل ودين. مصطلح محتاج الى فهم. طبعا، نقطه مهمه جدا جدا. فالشاهد من الكلام لابد ان احنا نفهم المصطلح معناه ايه بالظبط. وعشان افهم المصطلح، اوعى تفتكر ابدا انه الراجل درجه اولى والست درجه تانية. لا اطلاقا، الاثنين سواء أمام الله عز وجل. إنسان في الخلق. وفي تاني؟ قولي. أقول إيه؟ سكت ليه؟ في الإنسانية. أيوة طبعًا. وفي الكرامة، وفي العبادة، وفي العمل، وفي الحساب. في النهاية مخلوق، وفي لحم ودم، إنسان. وفي العقاب، وفي الثواب. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا مين؟ كل بني آدم. ما قالش كرمنا الرجالة وبعدين كرمنا الستات هم، لا 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 خالص، الاثنين مع بعض. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا، وكمان ممكن عشان الناس فاهمة غلط، احنا دايما نقول ايه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. اوعى تفتكر انه قدم هنا، لا، ده عملية ترتيب.
ولذلك ممكن يجي وقت يقدم الأنثى. قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. صحيح. الله قدم الإناث على الذكور ليه؟ ليعالج مسألة ما زالت موجودة بين الناس حتى في هذه القرون المتطورة، حب الذكر على الأنثى. فدي مسألة مهمة جدا. ففي مصطلحات مظلومة تحتاج. طب هي جت منين فكرة تفضيل الذكر عن الأنثى؟ الرغبة الناس، حب الناس، وخلي بال حضرتك والأنثى نفسها مشاركة. بمعنى إيه؟ يعني الست لما يقول لها أنت حامل في ولد بتبقى عاملة إيه؟ فرحان. طب وحامل في ست يبقى بتساهم ولا بتساهم؟ اعتقادات يعني حتى المعتقد الموروث الأمثال الشعبية بتسيء لهذا. ولما قالوا لي ده ولد انشد ظهري وانساند، ولما قالوا لي دي بنية انهدت الحيطة علي. يا سلام، الله أكبر. ده مأسورات أم مش مأسورات أنا. مالناش دعوة بالكلام ده خالص على فكرة. لا والله، يعني ما زال الناس دلوقتي يعملوا ده. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وده كارثة. فلازم نفهم إنه مصطلح القوامة مصطلح مظلوم يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى فهم نبينه. ولكن ناخد التليفون وبعدين نبينه. مدام فاطمة. السلام عليكم. ازيك يا لميا؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام. يعني بجد انا مش مصدقه ان انا وصلت لك وبكلمك. حبيبتي نورتينا والله العظيم. مصدقه نفسي. وعشان ما اطولش عليكي معلش. اتفضلي. يعني انا بشكرك وبشكر ضيوفك وشيوخك الافاضل اللي بستفيد منهم كتير قوي. الحمد لله نورتينا. ازي حضرتك يا شيخ رمضان؟ انا فرحانه ان انا عرفتك. الله يسلم سعادتك. في الحلقه والله. يا ربي يبارك. وعايزه اسالك يا شيخ رمضان بعد اذنك. اتفضلي. انا عندي وسواس قهري، انا بغلط في الذات الالهيه سبحانه وتعالى غصب عني. بتعملي ايه؟ بغلط في الذات الالهيه سبحانه وتعالى غصب عني. وانا رحت لدكاتره كتير وخدت علاجات بتتحسن شويه بس بترجع تاني. انا عايز اسال بقى ان انا في الصلاه، انا في الصلاه لو انا ركزت في الصلاه بغلط، لو انا سرحت في اي حاجه ما بغلطش. لو انا ركزت عملت لو ركزتي في الصلاه بتغلطي، لو ركزتي في اي حاجه تانية ما بتغلطيش. لو سرحت يعني في حاجه مش بغلط يعني. ما هو اكيد انت وانت سرحانه مش هتبقي واخده بالك انت غلطتي ولا لا. ما بيجيش الغلط على دماغي يعني، لكن وانا مركزه واقول اركز في الصلاه عشان بلاقي نفسي بغلط غصب عني. مش على لساني الغلط ده، مش على لساني. طب انت بتاخدي ادويه يا مدام فاطمه؟ انا خدت ادويه كتير ووقفتها بصراحه. غلط جدا جدا جدا، ما جابتش النتيجه. خدت ادويه كتير ووقفتها. غلط جدا. طب حضرتك كنت مع دكتور؟ كذا دكتور والله يا لميا، كذا دكتور. شفاك الله وعافاك. سؤالك ايه يا فاطمه؟ هقول عليكم في الحلقه. هل انا صلاتي كده؟ انا خايفه من صلاتي. طيب حاضر، نجاوبك ان شاء الله يا ستي. ماشي. الف سلامه عليك. تابعيني يا مدام فاطمه. اولا هو خايفه ان ربنا يحاسبها. شوفي حضرتك، اولا هو الوسواس ده موجود، ووسواس من النفس، وسواس من الناس، وسواس من الشيطان. قال الله عز وجل قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. يعني الجنة لهم وسواس والناس لهم وسواس. فخلي بالكم من ده. ممكن واحدة توسوس لك في ودنك على عبادة، على طاعة، على زوج، على ابن، فتخرب عليكي. ممكن القرين يوسوس، ممكن الشيطان يوسوس. فالمطلوب مني ايه؟ رقم واحد قطع هذا، لانه الوسواس عامل زي بذرة الشيطان يلقيها في قلب الانسان، فإن وجد قبولا رعاها وسقاها فتثمر وتخرب البيت. سمعاني حضرتك؟ الوسواس ده اسمه بذرة الشيطان. معلومة مهمة جدا. سمعاني حضرتك؟ سمعاك طبعا. مركزة معايا؟ مركزة معايا. متأكدة؟ اه. طيب نقول تاني، الوسواس بذرة الشيطان يلقيها في قلب الإنسان. يعني ايه؟ يجي الشيطان يقول لي ايه؟ فلان مش بيحبك، فلما دخلت قلبي الكلمة لقيت قبول، قلت اه فعلا. بنيت عليها موقف بقى. استني بقى، عارف حضرتك المغناطيس اللي بيجيب الرابش ده بالظبط يبقى زي المغناطيس.
فاكر لما بص لك، فاكر لما كلمك، فاكر لما قال لك، فابدا ابني عليها ايه؟ مشكله. ده زوجك بيخونك، تبقى زي المغناطيس، فاحذروا من ده. اعمل ايه؟ التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رقم 2، اكثر من تلاوه القران واكثر من ذكر الله. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رقم 3، تلاوة القرآن يشفي ما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله، دي مهم جدا، القرآن شفاء. طب اعمل ايه كمان؟ نصيحة: لا تكرري مهما غلطتي، ما تكرريش. اقولها تاني، ده اكبر علاج للوسواس، لان هو بيوسوس ما توضتيش حلو. طب ما هم بيبقوا غصب عنهم مش بيحسوا، يعني في حاجة لا إرادية جواهم بتضطرهم يعملوا كده، بيبقوا مش قادرين يمنعوا نفسهم. لا، يمنع. بصي حضرتك، الواحد من ربنا يكفينا الشر ويكفي أولادنا الشر ويكفي الناس جميعا الشر. الواحد بيبقى خارج من الحمام مستحمي وعايز يدخل يتوضى تاني. فهنقول له ايه هانم؟ يعني انت يعني حضرتك لو مسكتيه ورميتيه في البحر وطلع غرقان، يقولك لا اصلا انا نسيت انوي. فهماني؟ فاكبر علاج لا تكرر. انا غلطت في الوضوء يا مولانا، ما تكررش، وضوءك صحيح. انا غلطت في الصلاه، هو اصلا ما غلطش، ده ايه؟ من المرض. اخيرا، لازم يروح لعلاج طبيب نفسي. لازم، وما ينفعش حضرتك تقطعي الادويه من نفسك. ربنا يشفيك يا رب. يشفيك. طيب ناخد ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك؟ الحمد لله. ممكن اكلم الشيخ مالو؟ اتفضلي مع حضرتك، بس علي صوتك شويه. ازي حضرتك يا شيخ مالو؟ الله يسلم حضرتك، اهلا وسهلا. هو انا كنت متزوجه واحد من 5 سنين. إيه طبعا، يعني من اول ما تزوجنا كده، وهو دايما كان بيجي عليا بالضرب. من اول ما اتجوزتي كان دايما ايه؟ يعني كان دايما موضوع الضرب، الشتيمة، الضرب، بيضربك. كان بسبب يعني ان انا مثلا ايه، لو ما نزلتش عند مامته، لو حصل خلاف بيني وبين اخته، اي حاجه يعني. معلش انا بحاول افسر كلامك، انت بتقولي كان بيضربك بسبب ومن غير سبب؟ لا، لسبب يعني، بس اسباب كانت بسيطه يعني. مثلا لو ما نزلتش عند والدتي، لان هو كان يعني كان عاوزني انزل عندها كل يوم، لان انا اخدمها يعني. والدته ساكنه معاكي في نفس البيت؟ لا، كانت يعني بعديه بحوالي شارعين او حاجه. فهو بيضربك لو ايه بقى؟ لو ما رحتلهاش؟ لو ما رحتلهاش، لو ما نزلتلهاش يوم مثلا، وانا وقتها كنت حامل يعني، ما كنتش بقدر ان انا انزل كل يوم. تمام. طبعا حاولت ان انا يعني اعيش، حاولت ان انا مثلا ادير يعني اهلي، حاولت ان انا اعمل حاجات كتير جدا عشان حياتي تكملي، بس هي للاسف ما استمرتش. انا مش عارفه اسمع، حاولتي ايه؟ حاولت ان انا اعيش، حاولت ان انا ما كنتش بحكي حاجه لاهلي، حاولت، لان انا حملت من اول يوم، فكنت يعني ايه، كنت عايزه اربي الولد ما بيننا يعني. فانفصلت عنه، والولد كان عنده حوالي 5 شهور. طبعا هو اللي كان دايما بيحفز الطلاق، ودايما كان الطلاق في بقه على طول. المهم، انا من ساعه ما انفصلت عنه وهو مش بيسال عن اسمه خالص، ولا بيعرف اي مخاوف، ولا حتى يعرف شكله ايه. ما بيسالش عن ابنك ولا حتى يعرف شكله؟ ما يعرفش شكله خالص، يعني 4 سنين النهارده هو ما يعرفش حتى شكله ايه، ولا بعت له حتى جنيه. رفعت نفقه في المحكمه، بيتهرب، مش بيستحمى، يعني بنت مصري بيديني 500 جنيه وهو مش بيدفع اصلا 500 جنيه. طب سؤال حضرتك ايه؟ يعني انا اعمل ايه؟ يعني انا حاولت، حتى اخواتي حاولوا كذا مره ان هم يقولوا اسال عن ابنك، ابنك ما يعرفكش، وهو يعني شايل ايديه خالص، الولد حتى ما يعرفوش ولا يعرف اي حد من اهلي. فانا في وضع زي كده اعمل ايه؟ طيب حاضر، تابعينا يا ام محمد. حكايه بتتكرر في كل يوم في بيوت كتير جدا، بيضربها، بيهينها، استحملت، ما بتحكيش لاهلها، اتطلقت، ما يعرفش حاجه عن الولد، ما بيشوفش الولد، الولد ما يعرفش ابوه ولا هو يعرف ابنه، وبالتالي ما بيصرفش. رقم 1، مفيش بيت بيخلو من المشاكل. طبعا، حتى بيوت الانبياء كان فيها مشاكل، دي نقطه مهمه جدا. لكن كراجل ترفع ايدك على زوجتك؟ لا. كزوجة تتجاوز الحد مع زوجك؟ لا. قال الله عز وجل: امساكم بمعروف. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف.
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. ده يكفي إن القرآن والسنة قالوا إن كلمة الأهل لا تطلق إلا على الزوجة والأولاد. قال الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله زوجته وولاده. كيان كيان أبويا وأمي إخواتي أعمامي عماتي. إنما كلمة الأهل يعني الزوجة والأولاد هم دول الأهل. فمحتاجين نتقي ربنا في بعض. الراجل يخلي باله من زوجته والزوجة بلاش نلف وندور بلاش نكذب بلاش نعاند لأنه اللي متخبي النهاردة هيظهر بكرة. طبعا ما هم مش بيقولوا بالبلدي كده كذب ملوش رجلين. ولما بيظهر بينهار هرم الثقة. طبعا وإذا ضاعت الثقة فلا حياة. صحيح. فمحتاجين نخلي بالنا من ده ونتفهم حاجات الطرفين العاطفية. الراجل محتاج إيه؟ التقبل والإعجاب والتقدير والثقة. صح. هي متقبلات شكلا ومضمونا. هي واثقة فيه واثقة في قدراته. تقبل وثقة وإعجاب إعجاب به وبرجولته وبشخصيته. وأيضا تقدير تقدير لتعبه ولعمله ولمسؤوليته ولشهامته. كذلك الزوجة محتاجة نفس الكلام تقبل وتقدير وإعجاب وثقة. طب لما تحصل مشكلة نعدل بعض ونمسكش البعض على الكلمة. طب ما سيدنا النبي حصلت مشكلة بينه وبين السيدة عائشة وبعدين تخيلوا سيدنا رسول الله مشهد الغيرة أكيد الشهير ده كذا كذا مشهد يا هانم. بس أنا أقول لك مشهد فيه تجاوز من أمنا. يعني تحب نجيب مين يحكم بينا؟ يعني سيدنا النبي بيحكم الأمة إلى يوم الدين كأنه بيعلمنا. فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. جاب أبا بكر وقف سيدنا أبو بكر بينهما. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة تتكلمين أو أتكلموا؟ السيدة عائشة غيرانة جدا فقالت تكلم أنت يا محمد ولا تقل إلا حقا. طبعا كارثة اللي أنت بتقوليه طبعا. فسيدنا أبو بكر غضب إزاي حد يتجاوز حده مع سيدنا النبي. طلع السيف يقطع رقبتها. جريت وأمسكت بظهر سيدنا النبي استخبت وراه استخبت في ظهر سيدنا رسول الله. فسيدنا النبي أمسك بأبي بكر قال له ما لي هذا دعوناك يا أبا بكر فارق. فسيدنا بكر خلاص ومشي. طلعت من ورا ظهر سيدنا النبي لقيته بيبتسم. سيدنا النبي ما قالهاش أنت تقولي لي تكلم ولا تقل إلا حقا. خلاص خلص الموضوع. أنا الذي حميتك من الرجل. ابتسمت السيدة عائشة وابتسم سيدنا النبي وخلص الموضوع. الزواج يا جماعة والأسرة يا ناس شركة. صحيح. رأس مالها الحب. صحيح. سماؤها السكينة وأرضها الرضا وبابها التقدير والإعجاب وثمرتها رضا ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. عندها نعرف يعني إيه بيت. ونكمل معاه ولا ناخد فاصل؟ طيب. ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ نكمل كلام مكالمة أم محمد. دلوقتي هو رمى الولد لا بيشوفه ولا يعرفه ولا الولد يعرفه ولا بيصرف عليه ولا راضي يصرف عليه. فاحنا بنقول انه رقم واحد الاسر كلها عادي جدا فلازم يعني فيها مشاكل والبيوت كلها عادية جدا فمحتاجين نعدل بعض. رقم اتنين لو حصل انفصال انت فشلت ان تكون زوجا ليس شرطا ان تفشل ان تكون ابا. صح. تمام. لانه انت ممكن تقطع صلة الزوجية وعلاقة الزوجية لكن مستحيل تقطع علاقة الأبوة. طبعا. فهو ابنك وإلى يوم القيامة ابنك. أكبر ذنب يعمله البني آدم أن يتخلى عن مسؤوليته تجاه أولاده. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني أكبر إثم وأكبر ذنب يعمله الإنسان بعد الإشراك بالله وعقوق الوالدين عقوق الأبناء وتضييع الأولاد.
انت بقالك 4 سنين ما شفتش ابنك، ماذا تقول لربك غدا؟ بقالك 4 سنين ما صرفتش على ابنك، انت شايف نفسك ازاي؟ طب هل ترى نفسك رجلا؟ طب ازاي وغيرك بيصرف على ابنك لحمك وضناك؟ فدي ازمه كبيره جدا جدا. طيب رقم 3، الست اللي بتقوم بالدورين بعد تخلي الاب او بعد موت الاب او بعد مرض الاب او شيء من هذا، لها اجر كبير جدا 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 باذن الله، تكون مع اول الداخلين للجنه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لانها كانها بتربي يتيم. يعني الست دي دلوقتي رغم ان الاب موجود الا انه ابنها يتيم، لان معنى اليتم في اللغه العربيه مش ان الاب مات بس، الله يكبر خاطرك، اليتم في اللغه العربيه يا استاذه لمياء معناه الانفراد، وده ابن منفرد لوحده، ابوه متخلي عنه. عارفه حضرتك ان الفقد اهون واسهل من البعد؟ طبعا. ليه؟ من مات ابوه انتهى الموضوع، خلاص عارف هو فين وانه غصب عنه مش هيشوفه، انما موجود ومش عارفين نشوفه بارادته. الامل مع ضياعه اوجع طبعا، فالفقد اسهل طبعا. يعني من مات ابوه اسهل من اللي ابوه موجود ومتخلي عنه، لانه بيبقى فيها وجع وفيها الم وفيها معاناه وفيها تعب، والولد بيسال على ابوه. فالام عندها مشكلتين، مشكله ماديه بالصرف على هذا الابن، ومشكله نفسيه كيف تعالج هذا الولد. تعمل ايه؟ ما تسيبش حق الولد، ترفع بقى قضيه، تبعت ناس، ما تسيبش حق ابنها ولا تتخلى عن ولدها، واسال الله ان يكبر خاطرها. امين يا رب. نوضح مفهوم القوامه. القوامه في اللغه العربيه معناها جايه من القيام، والقيام يعني القيام بالمسؤولية والقيام بالعمل. فالفهم الحقيقي للقوامة، ليست القوامة سيفا على رقبة المرأة تعاقب به كل وقت، بالعكس، ده القوامة مسؤولية ضخمة جدا في رقبة الرجل. فمعنى كلمة قوامون يعني قائمون بشؤون المرأة. فالأب قائم بشؤون بناته، والأخ بعد موت الأب قائم بشؤون إخواته، والزوج قائم بشؤون زوجته. دي نقطة مهمة جدا. فمعنى كلمة الرجال قوامون على النساء يعني الرجال مسؤولون عن النساء. المسؤولية تتلخص في إيه؟ المسؤولية تتلخص مسؤولية مادية ومسؤولية تعليمية ومسؤولية معنوية. المسؤولية المادية إطعام، شراب، ملبس، مسكن، دواء. انا بنتي انا بقى لازم اعمل كده، طب اختي اعمل كده، زوجتي اعمل كده، بنتي اعمل كده. اسمها المسؤوليه الماديه، كل شخص مسؤول مني. الله ينور على سعادتك. طب ومسؤوليه تعليميه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. تمام. فانا محتاج ان انا اعلمهم. ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع، راعي على مين؟ على زوجته وعلى أولاده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنتسأل عن كل ده قدام ربنا سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، هنحاسب عن الأعمال وعن كل شيء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. براحتك اهرب، هتهرب في الدنيا والله ما تقدر تهرب في الآخرة. صحيح. لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والله العظيم النهاردة أرخص. روح لابنك، بوز دماغه واحضنه وضمه كده وشمه واعتذر له، بوز دماغه، صلح من حالك وصلح من نفسك، دلوقتي أرخص. واعتذر للست دي، هي ليست زوجتك، هي سيدة دلوقتي أجنبية عنك، ولا حقك علي يا هانم، أنا كان عندي ظروف وكان غصب عني ومش هيتكرر، ده لمصلحتك. روح ربي ابنك، روح اتعامل معاه، روح استمتع بيه وعلمه وأدبه. ففي مسؤولية مادية وفي مسؤولية تعليمية. أعلمه عبادة ربنا، أعلمه الصلاة، أعلمه القراءة، أعلمه الكتابة، أعلمه الرياضة، السباحة والرماية وركوب الخيل. تعليم ده مهم جدا. يعني مش المفهوم إنه هي القوامة، أصل في ناس فاهمينها بحاجتين، يا إني أصرف وما دام بصرف خلاص مالكيش حاجة عندي،
او اني بتعامل مع الرجولة على انها الصوت العالي والضرب والعصبية والحدة ده اكبر ظلم لهذا المصطلح. القوامة قوامة مادية بالصرف والانفاق، وقوامة تعليمية بالتعليم عبادة دينا ودنيا، وقوامة معنوية. قوامة معنوية يعني ايه؟ يعني شبع اللي حواليك حب، شبع زوجتك حب، شبع بنتك حب. البنت اللي شبعانه حب ورعايه من ابوها قويه قويه اسد ماشي. وانا دايما اقولها واقول البنت زي الشجره، والشجره اللي يربيها اسد ما تتنططش عليها القرود. اي والله ايه الجمله الحلوه دي؟ اي والله يا هانم. البنت والزوجه شجره، والشجره اللي يربيها اسد ما تتنططش عليها القرود. تطلعش بنت في الشارع فيجي قرد كده يعكسها ولا يبص لها ولا يقول لها كلمتين حلوين لا فخلاص. لا لا لا، ايه انت فين يا ابني؟ رايح فين؟ ما هو دي مسؤوليه وقوامه، بس قوامه الحب، قوامه ان انا املا البيت دفئا، املا البيت تواصل. حتى لو ما فيش تواصل فيه احترام، والبيوت تبنى بالاحترام والتقدير المتبادل. من هنا نعرف يعني ايه قوامة. ولذلك ربنا لم يترك القوامة كده خالص، وانما قال ربنا ايه؟ الرجال قوامون، وقوامون صيغة مبالغة، قوام فعال. طب فسر لنا كده الآية، قولها كده وفسرها لنا. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نفسر الرجالة، وما قالش الأزواج عشان أقول لك المعنى مهم جدا. الراجل قوام على الست، خدام، مسؤول، راعي لأمه، لأخته، لزوجته، لبنته. فالراجل قائم على شؤونهم وعلى مسؤوليتهم. بنت تقول لي أنا عايزة كذا، حاضر، ده محتاجينك في الجامعة، حاضر، لما دي قوامة. فهماني حضرتك؟ فقوامون على النساء بإيه؟ بحاجتين. ربنا جعل القوامة مبنية على شرطين. طب ناخد التليفون ونقوله. اتفضلي. أم محمد. السلام عليكم أستاذة نهاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أنا بقالي سنتين نفسي أتواصل معاكي يا بنتي يا حبيبة قلبي، ربنا يديكي ويرضيكي يا ضنايا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يديك يا بنت ويرضى عنك ويبارك للشيخ رمضان وللشيوخ كلهم اللي انت بتجيبيهم، ربنا يصلح حالك. امين يا رب. انا هسأل سؤال بس من فضلك، انا عاوزه تليفونك من فضلك بعد اذنك يا بنتي. حاضر، سيبي لي رقم تليفونك في الكنترول بعد ما نخلص. اتفضلي. ماشي. السلام عليكم شيخ رمضان. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يعينك ويقويك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب يا ابني. امين يا رب، جمعا وجميع المشاهدين يا رب العالمين والسامعين. اللهم امين. انا عندي سؤال بس معلش تطول على حضرتك. اتفضلي يا امي. انا معايا ابني من راجل غير اللي كان عايش معايا، يعني انا تزوجت الاول فابوه انفصلنا فاخدت واحد تاني كبير عشان يبقى ابني معايا اربيه. فالمهم ربنا كرمني منه بولد وبنت وتوفى. فانا شقيانه بقالي 20 سنه عليهم. بنت لي الكبير شقة عندي في البيت وجوزته. انت معايا يا بنتي؟ معاكي. وجوزته وبعد ما خليت له بيت وشقيت برضه على ما جوزت البنت ومعايا ولد دلوقتي، فبعد نفسه عني بعد ما جوزته وربيته. اللي هو الكبير اللي هو ابن حضرتك من الراجل الاولاني. بعد نفسه عنا خالص يا بنتي، وحاطط عياله ومراته في المرتبة الأولى، يعني هي أنا في الخامس وهي في السادس. فانا ما بتعمليش حاجه خالص، وانا كان عندي عرق النسا وكنت نايمه وكنت بخدم نفسي وكانت بنتي اللي بتخدمني. ما غيروش في حياتهم حاجه، حتى ما كانتش بتنزل الصبح تفطرني، كانت من هو تسهر طول الليل ويصحوا العصر. فانا عاوز اعرف انا كده ليه حق عندهم ولا هو كده صح ولا ايه؟ بس انا من جوايا مش راضيه. ابن حضرتك بيسأل عنك، بيعدي عليكي، بيشوف احتياجاتك. بيعدي بصي اكنه جار. يعني ايه؟ يعني عامله ايه يا ماما النهارده؟ اقول له الحمد لله، عاوزه حاجه اقول له مثلا ايه؟ معلش يا محمد انا ماشي في النهارده، بس جايب لي 10 جنيه 15 جنيه ويروح نازل.
مش دي امكانياته؟ هو شغال في شركة أدوية، أنا مش هضحك عليك، هو شغال في شركة ما أدوية. ما بتقعدوش كده تاكلوا مع بعض يا أمي. قعدت يا ابني لدرجة إن إحنا دلوقتي لما بقعد معاه بيروح مودي وشه مني الناحية التانية. لما بتقعدي معاه إيه؟ بيودي وشه الناحية التانية، يعني بيفهمني إن هو زهق من كتر الكلام. أنتِ بتشتكي طول الوقت؟ لا 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 لا، كل فترة لما ألاقي نفسي اتخنقت أو مثلا يعني ما فيش معين بعد ربنا، معاشي 800 جنيه يا بنتي، معاشي 800 جنيه والدنيا غالية. واخوه عنده الغضروف في رقبته، بيشتغل شوية وبيقعد شوية، طب المفروض هو يعولنا زي ما احنا زي ما انا شيلته. هو اخوه عنده كام سنة؟ اخوه عنده 27. 27، واخته التانية؟ عندها 30 ومتجوزة، بس بصراحة. لكن بتدريني. اللي قاعد معاكي في البيت اخوه اللي عنده 27 سنة. لا الكبير، الكبير اللي متجوز معايا في البيت فوق، والصغير ما في الشقه معايا. الصغير قاعد معاكي في الشقه وما بيشتغلش؟ لا بيشتغل شويه لما الغضروف بتاع رقبته بيشتغل. بيشتغل شويه ويقعد شويه. بيقعد شويه عشان الغضروف غصب عنه يا ابني، والله غصب عنه. لا لا بس خلاص مفهوم يا هانم. طيب حاضر، تابعينا يا ام محمد. شوفي حضرتك، رقم واحد، مين رقم واحد في حياتي لو انا اتجوزت؟ حضرتك قولي مين رقم واحد في حياتي؟ ما انا بشوف دايما انها الام. انت تقولي اي اسمها مين؟ الام. ادي واحد. مين رقم واحد في حياه حضرتك لو اتجوزتي؟ لما تتجوزي زوجك. نقول تاني؟ رقم واحد في حياتي حتى لو متجوز بدل الست اربعه، امي. تمام؟ رقم واحد في حياتنا، مش امي، حذاء امي. في حياتي وحياه زوجتي وحياه ولادي وحياة الكون كله. ده سيد النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا تزوج فأولى الناس به أمه، وإن المرأة إذا تزوجت فأولى الناس بها زوجها قبل أبوها وأمها. عشان يحصل نوع من الاستقرار والهدوء والقيادة. تمام، دي نقطة. طب أنا لما أبقى ساكن في الدور السادس وأمي في الدور الخامس، تمام؟ لا، ده انا هخلي بالي منها قوي وهراضيها قوي وهسعدها قوي، وكل شويه هي عندي بتاكل ونقعد ناكل مع بعض، اواخد انا العيال وامهم وننزل بالاكل ناكل معاها، وزوجتي كل يوم أرعيها. تنزل تراعيها وتشوفها اخبارها ايه. طب النقطه الثانيه، في اشكاليه موجوده في هذا. اشكاليه ايه؟ انه الابن الصغير قاعد والاخ هو الكبير اللي شغال، والأم بتحتاج فلوس كتيرة عشان تدي للولد الصغير. تمام. الأخ الكبير بيمسك شوية علشان مين؟ القضية مش في أمه، القضية في أخوه. دي الأساس في النقطة، محتاجين نخلي بالنا من ده. تخلي الولد الصغير يطلع يشتغل ويدور على لقمة عيشه ويدور على رزقه، وما تاخدش من الكبير عشان تعطي الصغير. هم الصغير ده 27 سنة بالظبط. فهي الإشكالية هنا. وبأمر رجلين أمك وتراب أمك كحل عينيك. ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضلت الشيخ، لما حد يقع في ابتلاء او في مشكله او في ازمه، حد تاني يقول له يا عم طب تصدق، فيقول له تصدق منين؟ ده اللي جاي على قد اللي رايح، وانا في فايض معايا. رغم انه لو احنا بندور على زياده رزقنا والبركه في حياتنا، هو استثمارنا في اعمال الخير مع ربنا سبحانه وتعالى. شوفي حضرتك، هقول لي معليكي ثلاث انواع من الصدقه. اتفضل. رقم واحد، صدقه ماديه. اثنين، صدقة أخلاقية. ثلاثة، صدقة العفو. ايه ده حلو ده. صدقة مادية، هدي فلوس. تمام. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يبقى في انفاق ايه؟ مال. تمام كده. طيب في انفاق أخلاقي. كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر
صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ما هي صدقات. تمام؟ طب في بقى صدقة العفو، لما عشان تشوفوا بقى قد إيه صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين قوي على الصدقة وعلى الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. لما جت غزوة تبوك ذهب مجموعة من الشباب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا معاك يا رسول الله. فسيدنا النبي قال لهم معاكم ظهر فرس؟ لا. طب معاكم أدوات الحرب الدروع؟ لا. فسيدنا النبي قال لهم ما عنديش فلوس وليس عندي ما أحملكم عليه. فالشباب ده رجع زعلانين قوي، يبكوا بالدموع إنه مش قادرين يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فأنزل الله فيهم قرآن يتلى إلى يوم الدين. سبحانك يا رب. ليس على الأعمى حرج ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بيعيطوا بالدموع إن هم مش لاقيين الفلوس اللي ينفقوها في سبيل الله، يعني ما فيش في جيبه درهم واحد ولا في بيته درهم واحد إطلاق. بيعيط عشان ما معوش يطلع حاجة في أعمال خير. تولوا وأعينهم تفيضوا، خلي بال حضرتك شفتي تفيضوا دي، تفيضوا من الدمع، إيه كمان؟ حزنا، يعني عيونهم بتفيض بالدموع وزعلانين جدا ألا يجدوا ما ينفقون. يا الله، بيعيطوا بالدموع وفي منتهى الزعل والحزن لأنهم مش لاقيين الفلوس اللي ينفقوها في سبيل الله. خلصت؟ لا ما خلصتش. ده جايم واحد منهم بالليل متوضي ومصلي لله، الراجل ده اسمه مين؟ علبة بن زيد، عين لام به ته مربوطة، علبة بن زيد. قام يدينا صدقة جديدة خالص يا هانم، صلى لله وجدعي ربنا، قال يا رب إن نبيك دعا إلى الصدقة وليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق لك بكل مظلمة ظلمها لي إنسان. صدقة، يعني يا رب أي حد ظلمني أنا مسامحه صدقة لوجهك الكريم. ونام، قام يصلي الفجر، سيدنا النبي خلص الفجر وقال أين المتصدق الليلة؟ فطبعا قاعد عثمان بن عفان وابو بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف، هذا هيقوم السيدي ده مش هيقوم في وسطيهم يعني. أين المتصدق الليلة؟ أنا المتصدق الليلة. ثلاث مرات، قم يا علبة. قال له أنا يا رسول الله؟ قال نعم. ماذا قلت الليلة؟ قال قلت يا رب إن نبيك دعا إلى الصدقة وليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق لك بكل مظلمة ظلمها لي إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد كتبها الله في الزكاة المتقبلة. الله، يبقى هتتصدق، هتتصدق بفلوس، تتصدق بذكر لله، تصدق بابتسامة، بأخلاقك تصدق، بكلمة طيبة تصدق، بابتسامة جميلة تصدق، بعفوك ومسامحتك للناس تصدق. طيب خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يا ترى هتشارك معانا في كفالة طالب العلم؟ ناس بتسأل هو ايه ثواب كفالة طالب العلم؟ ده كفالة طالب العلم ده من الزكاة، عشان تبقى عارف الناس اللي مش واخده بالها ازاي. اولا احنا بنكسب طالب الفقير والمسكين، مش دول برضو يستحقوا الزكاة؟ واما طالب العلم فهو في سبيل الله، ايوه من بنود الزكاة 8 وفي سبيل الله. الطالب ده بيدرس علم الحرف فيه زي القرآن بحسنة والحسنة بعشر امثالها، يعني تخيل كل ما هيكتب اي حاجة في الكراسة ديت صدقني الحرف بحسنة والحسنة بعشر امثالها. شوف الطالب هيكتب قد ايه، شوف الطالب هيفرح قد ايه، شوف الطالب هياخد حسنات قد ايه في ميزان حسنات اللي كفله. لما نتكلم عن كفالة طالب العلم عايز ابسطها لك وسهلها عليك عشان الناس اللي هي محدودة الدخل ما تتأزمش وتقول نفسنا نشارك بس مش قادرين. لا، ممكن تشارك. هنقسمها الأسهم، سهم الكسوة بس اللي هي الملابس بس، وسهم تاني للكوتشي، وسهم تاني للشنطة المدرسية، وسهم تاني للكراسات، سهم تالت للكفالة اللي هو المصروف. شفت سهلة ازاي؟ طب ده بكام وده بكام وده بكام؟
اتصل على 19038، هناك هيقولوا لك كل حاجة تكلفتها كام. أرجو إن أنت ما تكسلش، اتصل دلوقتي عشان حتى تاخد ثواب النية والمبادرة الحسنة. مع البر والتقوى دايما أنت كسبان. الواحد بيشوف فرحة الأطفال لما بيشوف الطفل فرحان وسعيد، حتى لو بحاجة بسيطة، لو بونبوناية حتى، بيبقى حاسس بسعادة كبيرة جدا، وإنه ربنا قدره إنه يفرح حد. ودي أنا أعتقد إن دي حب كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى للشخص اللي يقدره إنه هو يكبر بخاطر أيا كان مين. روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ يعني واحد بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مين أكتر واحد ربنا بيحبه وإيه أكتر عمل ربنا بيحبه؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني أكتر حد ربنا بيحبه يا جماعة، ولما يحبك ربنا هيسر لك أمرك، ولما يحبك ربنا هيسترك، ولما يحبك ربنا هينصرك، ولما يحبك ربنا هيحافظ لك على أولادك وعلى مالك وعلى صحتك، ولما يحبك ربنا هينجيك في الدنيا ويدخلك الجنة في الآخرة. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فكل ما الإنسان ينفع الناس، ينفع الناس، ينفع كل الناس، هيحبك رب الناس. طب ويا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، يعني فرح الناس، فرح حد سواء كان صغير أو كبير. ما أجمل فرحة ولادنا وهو رايح كده يختار الزي اللي ولبس يعني المدرسة وأدواته وشنطته والكوتشي بتاعه، هم فرحتهم باينة وحقهم زيهم زي أي حد تاني. أيوه الله حبيبي. حاجة تفرح. تخيل حضرتك كده هو رايح المدرسة في أول يوم زيه زي كل الناس، لابس جديد في جديد. واللي انا اعرفه كمان الله، ان ده انتاج الجمعيه، يعني ستر الله ورحمته. يعني هم عاملين حاجه الحقيقه مشرفه ما شاء الله جدا. ويلفت نظر حضرتك انه الحد من اسيادنا الفقراء يروح يختار، شوف المقاس اللي يعجبه والوان الكشاكيل اللي تعجبه والاقلام اللي تعجبه ومقاس الحذاء، ده انت على راسنا من فوق. طبعا. ما أجمل اللي هيفرحه ربنا هيفرحه، هم ما شاء الله عليهم زي القمر. والله في حاجة، حاجة تفرح، حاجة تشرح القلب، حاجة قابل بها ربنا سبحانه طبعا. وتعالى والله كفاية إن أنا أكون سبب في جبر خاطر طفل واحد بس، سواء كان من أسيادنا الفقراء أو من أسيادنا لا الأيتام. وبعدين الموضوع أصله كمان مش مكلف، يعني مش مبالغ كبيرة قوي لازم نعمل حساباتها والكلام ده، لا دي مبالغ بسيطة جدا. ولو أيا كان بقى، يعني مهما كان قليل قليلك عند ربنا كتير طبعا، وقليلك عند ربنا أجر عظيم. فما تحرمش نفسك من أعظم استثمار كفالة طالب علم. اللي أنا علمته له ده استثمار عظيم إلى يوم الدين، لحد يوم القيامة أنا أجري وثوابي مستمر لي ولأولادي. صحيح. نعم. يمكن دي مبادرة من ضمن المبادرات اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى المصرية، وهي كفالة طالب علم. وإحنا بنقول إن دي حاجات موسمية، يعني بتيجي من السنة للسنة، لكن الجمعية كمان عندها ملفات تانية كبيرة جدا. الملفات دي مستمرة طول الوقت، ونعتبرها من الصدقات الجارية اللي لا تنقطع تماما، زي مستشفى البر والتقوى بدمياط، وكمان مستشفى البر والتقوى بالصف. هي مجال مفتوح ما بينتهيش، حتى لو احنا قلنا ان احنا وقفنا النهاردة المستشفى على رجليها وبدأوا بالفعل ان هم يشتغل، بس دي عجلة دايرة طول الوقت محتاجة رعاية ومحتاجة مصاريف ومحتاجة صدقات عشان الموضوع ما يوقفش، ما يبقاش فيه مريض داخل مش لاقي اللي هو عايزه، ويبقى الألم احنا بنقول انه ما بيستناش لحظة واحدة. نقدر نستحمل الجوع، نستحمل العطش، لكن الألم الدقيقة فيه بسنين وبعمر طويل جدا. خلونا نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والتقوى، نرجع لحضراتكم مرة تانية. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، يعني حصن عرضك وحصن أولادك وحصن مالك بالصدقات الجارية والصدقات والزكوات. أنا موجود في مستشفى البر التخصصي بدمياط، موجود في قسم الحضانات، فيه جناحان يحتوى على 11 حضانة مجهزين بأحدث الأجهزة للتنفس الصناعي ولعلاج الصفرة، لعلاج ولخدمة أسيادنا من الأسر الأولى بالرعاية مجانا. زكاتك الجارية وصدقاتك الجارية وصدقاتك مع البر والتقوى. احنا بنشوف المستشفى على الشاشة بس اكيد في الواقع الاحساس مختلف تماما. والله احسنتي، انا لما روحت انا اتبسطت جدا. حاجة فندقية تستحق ان احنا نقدمها لأسيادنا الفقراء، الاجهزة احدث ما يكون، غرف العمليات على احدث ما يكون. انا شفت نظام كده اسمه الكبسولة وحاجة كده، حاجة يا رب ما يحوك حد ابدا للمستشفيات ولا للعلاج ولا شيء، لكن ما نحتاج ذلك. هتلاقي حضرتك حاجة فندقية حلوة قوي، الاستاف نفسه استاف هايل. أنا قابلت الناس، في دكاترة كتير متبرعين وناس متخصصة قوي، شاطرين جدا في كل واحد في تخصصه. استاف التمريض استاف هايل محترم جدا. الأجهزة، شوفي حضرتك أجهزة دي الحضانات حاجة رائعة جدا جدا جدا. أنا اتبسطت من اللي شفته قوي وفرحت قوي بال مجهود كبير قوي، وأنا عارفة إن هم بقالهم يعني أكتر من 10 سنين بادئين فيها، بس الواحد لما يشوف كم التفاصيل اللي موجودة هناك يقول يعني حضرتك لا تتخيل الأوضة دي متكلفة قد إيه. طبعا ما أنا ببص أهو والله عليه، يعني عشان كده بقول لا تتخيلي الرقم اللي متكلفاه غرفة زي دي، فما بالك بالباقي. غرفة العمليات لا تتخيلي طبعا متكلفة، لا وفيها كل التخصصات بالضبط. فمن أعظم الزكوات الجارية بجد مستشفى البر والتقوى، من أعظم الصدقات الجارية مستشفى البر التخصصي، من أعظم الصدقات، وده من أعظم ما يكون يقربك من ربنا سبحانه وتعالى وسبب في شفائك أنت وولادك من كل الأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ربنا يتقبل يا رب من الكل. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي.